من الديفايسز اللي بتعطيني فيري هاي هاي ريزولوشن. At different ranges. ليزر. والليزر من ميزات الليزر إذا إحنا هون جينا اطلعنا على لو قارنا الرينج ديتكشن رح نلاقي في عندي هون الرينج وهون عندنا الأكيورسي. أكيورسي ريزولوشن. رح نلاقي انه ميزه الليزر ديتكشن بيقدر يغطي رينج واسع هون. يعني ممكن يغطي رينج لحد 30 متر ابتداء من 10 سنتيمتر. شايفين الاكسس هدول التنين؟ ايش الاكسس التنين؟ هلا هون الاكسس عماله كانه بيحكي لي انه انت احيانا بدك تختار واحد على حساب الثاني، شو يعني؟ يا اما بختار رينج كبير بس بضحي بالاكيورسي فبطلع فوق، يعني هون هاي طبعا هي ان اكيورسي المفروض انا احطها هون. ماشي اوكي. يعني انتم فاهمين هلا هاي هون الان اكيورسي اذا طلعت هون هلا معظم الديفايسز راح تلاقوها بما فيها الشافت انكودرز مثلا او الاكيورسي مش راح تزيد الان اكيورسي. الليزر ميزته انه تحت هون. يعني انا هذا الريزولوشن تبعته بيعطيني ريزولوشن صغيره جدا بيقدر يقيس برينج صغير جدا. يعني انا هذا قصدي انه هون الاكيورسي عاليه والريزولوشن يعني احنا بنقول الاكيورسي عاليه هون والان اكيورسي سيئه هون بتسوق هون. يعني شوف مثلا هون انا ممكن اجيب ريزولوشن 12 مايكرومتر هون وتضلها حوالين 12 مايكرومتر حتى على رينج كبير. في ديفايسز ثانيه راح اجيبها راح الاقي انه الريزولوشن مثلا اضطريت انزل او ارفع الريزولوشن يصير عندي مثلا 10 ملم على هذا الرينج. في حين اذا بدي اجيب الجهاز هذا الثاني على راح اضطر انزل الرينج حتى اقدر اجيب هاي الاكيورسيز اللي موجود هون. فالليزر عاده ميزه الليزر انه بيقدر يعطيني هذا الرينج اللي موجود هون. خلينا نشوف الالتراسونيك. انا في معي شارت. يعني دكتور الليزر خط مستقيم ولا الخط المائل؟ لا خط المستقيم. الليزر عم بيقدر يعطيني هذا الرينجز اللي موجود هون. خلينا احط هون في عندي انا تشارت. للاندكتيف مثلا اندكتيف ميثودز ديتكشن زي مثلا ال بي دي تي الرينج محدود بيقدر يعطيني هاي اكيورسي بس الرينج محدود. محدود يعني الاندكتيف ما اظنش ال بي دي تي بيزيد عن بحدود 30 40 بحدود ال 60 لحد 100 ملم بهذا الرينج من هون. الستروك تبعه محدود في حين الليزر بيقدر يعطيني مسافات بعيده فممكن اني اجيب ديتكشن لمسافه بعيده واجيبها باكيورسي عاليه. وميزه الليزر طبعا انه فيري فيري فوكست. هلا بوتنشيومتريك مثلا البوتنشيومتريك بتتبع هاي كل ما زاد الرينج معي عمالها تسوق الاكيورسي او الريزولوشن. التراسونيك خليني امحي هاي احطها هون. هلا الالتراسونيك الرينج تقريبا عم بوصل ايش المشكله الاساسيه بالالتراسونيك مقارنه بالليزر؟ الويف واسعه يعني من حتى احسن انواع الالتراسونيك الا تكون الزاويه تقريبا حوالي 8 درجات البيم اللي بيطلع في حين الليزر البيم فيري 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 فوكس. فمشكله الالتراسونيك لما بصير على مسافات بعيده عماله البيم هذا عماله بتوسع بضرب في اشياء فعم بتسوء عندنا الاكيرسي والرينج بضل هون محدود. هلا انواع الانكودرز طبعا ما فيها اللينير هون عم نحكي عن لينير الانكودرز بهذا الشكل بتعطي لي رينج اعلى بس عمالها بتسوم. الكوست مين اكثر شيء تكلفه عاده؟ الليزر. الليزر البوتنشيوميتر لو كوست. خلينا نحط التانيين هون.
هون اندكتيف ميديوم كوست الشاف ديكودرز عادة هاي كوست خصوصا اذا بالانكودر تبعنا مثلا اللينير سيستم اللي عماله بيمشي على الخط الالتراسونيك ميديوم كوست اوكي كم تكنولوجي اخذنا هون؟ 1 2 3 4 5 5 تكنولوجيز عامه هلا احنا هون مفترضين ناخذ رينج ديتكشن انت بامكانك تستعملهم هذول حتى تعمل زي بروكسيميتي يعني ممكن الالترا ساوند اعتبر انه هل في عندي اوبجكت امامي ولا لا زي لما احنا كنا نعمل بالجسر بالجسر ما بقى كان بهمني هناك انه هل قديش بعد الشخص عني كان بهمنا بس نعرف انه هل في ناس موجودين فوق الجسر هذا بصفي بروكسيميتي ديتكشن بس احنا هون مركزين على الرينج ديتكشن ولذلك دخلت عندنا هلا هون الاكيورسي هلا الاكيورسي بمعناها العام احنا حددنا وميزنا بينهم مظبوط ايش قلنا الاكيورسي freedom from systematic errors بس انت لما تدخل على الليترشر راح تلاقي الاكيورسي كلمه عامه بدخلوا فيها اشياء كثير هذا مش دقيق 100% علميا بس راح احكي لكم لما تدخل على الداتا شيت راح تشوفوا هذا الاكيورسي بدخل فيها اللينياريتي نون لينياريتي بدخل فيها هيستريسز في هيستريسز افكتس بالسنسر بدخل فيها الريبيتابيلتي اللي هي الريزولوشن وبدخل عفوا البريسيجن وبدخل فيها الريزولوشن احنا حسب تعريفنا اذا بدنا نكون دقيقين الاكيورسي احنا حسب تعبيرنا كانت احدها اللينياريتي واشياء اخرى اللي فيهم سيستماتيك ايرورز بس راح تلاقوا في الليترشر لما تدخل على الداتا شيتس او بشكل عام تعبير الاكيورسي بيشمل اشياء ممكن يشمل اشياء كثيره من هيك الريزولوشن انتوا عارفين شو معناها اصغر تغير بصير في الانبوت ممكن نعمله ديتكشن في الاوتبوت سواء كان اكتويتر او ترانسديوسر الريبيتابيلتي طبعا واضحه البريسيجن هي فريدم فروم راندوم ايرورز هون عندي هذا النوع من النون لينيرتي احد مشاكل النون لينيرتي في بعض السيستمز بعض السنسرز بعض الاكتويترز انه بكون عندي هيستريسيس اوكي اذا هاي هون بتعمل لنا جايدنس نستعمل اذا بدنا دقه عاليه على رينج عالي لازم نستخدم الليزر والليزر هون الرينج السعر بده يتراوح من 500 ل 1000 ل 2000 ل 3000 بهاي الحدود هي الالتراسونيك متوسط البوتنشيوميتر من اقل الاسعار او اخفض الاسعار